واحد يفهم ان نحن اهل الارض وجينا هنا من اجل تامين الارض وتمهيد التامين قبل المؤتمر الذي سيعقد يوم 10 فبراير في هذه المنطقه، لا يعقدوه يعني تقريبا انه لا يخلق مؤتمر من طرف سكان مدينه تودني او اهل سكان مدينه تودني. خالق ناس تعتبر ان نحن ناس ماشيه كمثل نقابين عن الذهب او ما اشبه ذلك، والناس الحمد لله تعرفنا، نحن ما ندور المال ولا ندور الجمال، نحن ندور ارض حره مستغله من هؤلاء الاوقاز اللي نحن واقفين اليوم هذا في المكان اللي كانوا اصلا يحتلوه من هذه المنطقه. الله اكبر، ولله الحمد بقوتنا، وليس قوه منا، قوه من الله عز وجل، قدرنا ان نصل الى هذا اليوم الذي عدنا نحن، هم اللي عدنا هون وهم عادوا سنة الله بدا في ارض ثانيه. ويكون كل واحد على باله انه المشوار ما زال ما انتهى، نحن قادمون، نحن قادمون ان شاء الله. وكل الناس اللي يطرعوا فيها والله يراعوا فيها هؤلاء اخوتنا وزملائنا، هي ناس تقريبا انها تحسب ان الف حساب، ولكن اخوتنا اسفا ما يحسبون شيء. اذا باقي لنا علموهم ان نحن مسلمون سنه في هذه الارض، وسنقوم. ما لنا ماشيين نتعداوا على حد او متسلطين على حد. والسلام عليكم ورحمه الله.